ضيف فريد على قناة أنفاس بريس هو الفنان والممثل المسرحي الكوميدي الزبير عميمي. مرحبا بك على أنفاس بريس. شكرا خويا فريد من النكتة. أولا أنا عجبتيني في فيلم سينمائي ديال الإخوان، واحد الدور أديتيه ديال واحد الشخصية قاطعة. شكون هاد القاطعة؟ واش هذا شي شخص في الحي ديالكم خديتي منو هاد الشخصية ولعبتيها ولا أديتيها؟ اولا تحيه للمتتبعين ديال انفاس بريس، وتحيه للموقع ديال انفاس بريس، وتحيه ليك انت خويا فريد. كنشكرك دائما على هذا الروح الجميله اللي عندك ديال المواكبه ديال الفنانين والاعمال اللي تيقوموا بها. يعني هذه من جهه كنشكرك. من جهه ثانيه بالنسبه لشخصيه قطيعه، القطيعه بعدا هي المصدر ديال هذا المصطلح ديال القطيعه كنقولوا بالعاميه. قطيعه كتلقى قطيعه زعما راه قاطعه في عباد الله، تي دوك النوع ديال البنادم اللي كيكون حاكمه في الدرب، قطيعه كيخافوا منه ومحررها. وهذا البيرسوناج ديال القطيعه هو كيكون في اي حي شعبي، في اي كارتي كيكون واحد الماركه بحال دوك النوع ديال القطيعه كيكونوا دوزوا القباحه في صغرهم، دوزوا واحد النوع ديال الاجرام كما تنقولوا بالدارجه ديالنا، راسهم تهرس تيكبروا. ولكن انت السي زبير، يعني الشخصيه اللي كان انت صديق بعدا في الميدان الفني، يعني الشخصيه ديالك بعيده هذه القاطعه، انت ظريف ومسالم. اش غادي نقول لك؟ دابا الممثل هو راه ممثل، يعني خصك تكون، يعني كنقول التمثيل، يعني خصك تمثل اي شخصيه تعطاتك. ما كيبقاش الدور ديالك منحاصر في الادوار ديال السلم، ادوار ديال واحد ظريف، ولا ادوار ديال الكوميديا كما عاهدني الجمهور. انا تنحاول، انا ماشي كنقول لك كنادي ولا كنقدم شي حاجه زعما راه كنتقنها، ولا انا راه شي ممثل خارق. انا ممثل متواضع في المستوى بكل تواضع لا هذه شوف، انا ما كنقدرش ندير التقييم النفسي، او نقدر ندير التقييم الاداء ديالي ولا هذا، كنخلي الناس هما اللي كيعطيوك الارتسامات. الممثل ما عندوش الحق وما عندوش شي مبرر انه هذا الدور هذا ما غيعرفش يديرو، والا سير دير شي حرفه اخرى. انا تعطاني هاد الدور هذا من نهار تعطاني، عطات لي عيطت لي الشركه ديال الانتاج والاخوان وهادو، عطاوني السيناريو، قريت شفت الشخصيه ديال القطيعه كيفاش دايره، كيفاش شنو اللي كيتمحور على هاد الشخصيه، شنو هما لي كاركتير ديال هاد الشخصيه. قريت الشخصيه بطبيعه الحال، واخا ما كانوش عندي مشاهد، المهم مشاهد كثيره، ولكن انا جزء من الفيلم، ولكن الشخصية قريتها وفهمتها وعرفت شنو هو المطلوب مني، وحاولت نجتهد ونحاولت نحط واحد ليكزومبل اللي كيكونوا في الدرب ديال واحد اللي كيكون دواز واحد المدة في القباحة، وهذا في الاخر كيبغي كما كنقولوا كيبغي صافي، كيقول انا بارك عليا، يا اما كيشد شي قهوة صغيرة تيدير فيها بيار جول فازير وكيولي، حيت بحكم ان ولاد الدرب تما كيبغيو يديروا شويه القباحه ولا هذا، كيخرج عينيه وعارف لهم الكود ديالهم، عارف اليوم راه ما خصوش يتعامل معهم ديك الظرافه، ضروري خصو يخرج عينيه، خصو يخدم معهم القباحه، والا راه ما غاديش يحرر رزقه. قلتي لي اخويا الزبير بان وليت كنخرج في الدرب كيبقاو عليا القاطعه، ما بقاش الزبير ميمي. وليت القاطعه. ودابا دابا الفن او الدراما بصفه عامه، راه قلتها لك داك سابقا، كتولي كاين الناس اللي كتصدق، لانك الا اديت الشخصيه بصدق راه الناس كتصدقك. اما الا دزتي غير باساجي وحاولتي تقول هذا راه تمثيل وهذا، لا، تمثيل راه صدق، راه هذه تعلمناها في الابجديات ديال المسرح ديالنا، فملي كنا كنقراو المسرح او في دار الشباب، حتى في الالعاب ديالنا كنا كنلعبوا، كيقول لك واحد المثال كان كيقول لنا المؤطرين ديالنا، كيقول لك الصدق في الالعاب مثل الصدق في الحياه. دونك الا كان عندك دور خاصك تادي بصدق ولا رجع اللور بحال هذا، فكيولي عندك واحد، كيولي عندك واحد الطابع، الا اديتي شي بيرسوناج وعجب الناس كتولي داير الزنقه، تيقول لك راه القطيعه راه هذا عندك تقطع فين وفين، واش حررتي كذا
هادشي اللي كاين اخويا فريد. سينمائي ديال الاخوان، يعني انا متعود كنشوف الزبير في الكوميديا، ولكن شفتو عاوتاني في الدراما. يعني واش بكيتي؟ يعني بكيتي من قلبك في ذاك المشهد ولا ذاك الشيء غير اصطناعي؟ لا لا لا، شوف انا دويت لك على الصدق اخويا فريد، اقسم بالله الا اصلا كان اصلا المشهد اللي كان ديال الموت ديال واحد الفرقيع هذاك اللي غيعنق مو غينسو بانه هز لي زاطونطا وغيتفرقعوا وياها، ومن بعد اصلا هي هو متلقى معاها من بعد غياب كبير، وغيسلم عليها مسكين بواحد الحراره وواحد الحب، واحد الوقيته غيديرها غيتفكر بانه هز واحد القنبوله موقوته وغيتفرقع معاها. يعني حنا جا داك المشهد وشفناهم كيفاش مات هو ومو، فعلا تاثرنا وفعلا انا بكيت، رغم كان واحد التحول ديال 180 درجه ديال داك القطيعه اللي كان قبيح وكلشي تيخاف منو، لواحد الوقيته اللي فيها واحد اللي فيها واحد شنقول لك واحد الاندحار، واحد انهزام شخصيا هازمت امام داك المشهد ديال الموت. فبكيت بصح نيت بكيت وتاثرت. كبير عميمي، يعني تعرض عليك شي شخصيه من الشخصيات ورفضتيها شي مره؟ كان تعرض عليا واحد العمال ما بغيتش نذكر الاسم ديالو، المهم اختارني واحد المخرج ولا ما عرفش السيناريو، يعني توصلت للبلاطو ديال التصوير واكتشفت بانني غنقول واحد الكلمه شويه ما مخلل ما زويناش ما هياش ما زويناش، وبحكم انا لونتور كاع على البيئه ديالنا حنايا، واخا انت ممثل خاصك تقبل جميل، ولكن انا عندي مواقف ومبادئ ما نقدرش انا، حتى راه التاريخ يسجل ان واحد النهار قلتي واحد الكلمه خايبه وانت كممثل او كمؤثر، يعني رفضتيها خاطر فاضل، لان انت كتولي مؤثر وصوت مسموع، كاين واحد الاجيال غتفرج فيك، يعني غتانفلونسا بهذاك الشيء اللي قلتي انت، فما بغيتش نخلي واحد الاثار خايب عندي من بعد الموت ديالي، لان واحد النهار راه فلان راه قال واحد الكلمه خايبه ولا هذا ولا لقطه ما زويناش. انا رفضت. الجو ديال التصوير ديال الفيلم ديال الاخوان كي كان الجو؟ زوين بزاف. ما كان صاب بالشتاء؟ لا ما كان الجو كان الجو زوين. كان الجو زوين. لا كانت غتصب بالشتاء، شكون يخرج عليها ما صبتش؟ هذوك اللي في فيسبوك راه غدا امطر اودي خلي اصحاب الارصاد الجويه يتكلفوا، فما عليناش. كان الجو ديال التصوير كان زوين، ما كتحسش براسك، ما كاينش لو ستريس، ما كاينش ديك التراتبيه، كلشي بحال فودات او ماشي فودات. كان جو عائلي. لا جو زوين، هذه شهاده لله. الاخوان ديال لا طاليس لا الممثلين اللي كانوا زوينين، طاليس هو المنتج بطبيعه الحال، وهذا كان زوين، تعامل جميل، كتحس براسك بانك فنان، واخا يكون عندك دور صغير كتحس براسك راك جاي كتعطيك القيمه ديالك بحال هذاك الفن اللي عنده الدور كبير. هذه رسالتك الاخيره للمسؤولين على الفن. انا ما غاديش نهضر، ما غنتكلمش على، انا ما غنوجهش رسالتي للمسؤولين على الفن، يهتموا بهذا شويه القطاع ديال الفن، ويهتموا، والرساله ديالي انا الثانيه هي عباره عن تساؤل. انا التساؤل اللي عندي هو غادي نوجهه للنقابات المهنيه والنقابات المسؤوله على المهن الدراميه، ما هو الدور ديال هذه النقابات هذه، والى اي حد كتحمي الفنان وكتدافع عليه؟ علاش غنقول لك علاش؟ انا متتبع ديال الاعمال المصريه والسوريه، وهذه النقابات تما عندها كتولي قوه ديال الضغط، النقابة في مصر عندها قوة ديال الضغط، كتقدر تحكم في شركة الإنتاج أنها دير واحد الكوطة، هادو واحد الممثلين خدامين هنا، وهاد الممثلين ما خدامينش، واخا يكون المخرج باغيهم في هاد العمل، كيقول لي كتنوض النقابة كتقول لي لا، راه القيمة ديال هاد الفنان راه بحالو بحال هذاك، عيطوا لي خدم هنا، يعني كتقوم بتوزيع ديال الفنانة اللي من ضاوين تحت لواء النقابة تيخدموا. ما كيبقاوش عاطلين، ماشي بحال هنا راه تيخدم ممثل
وخدام وتعيطوا لي في عمل اخر اون باراليل وكيقول لي ما ودير خدام، كيقول لي شوف حنا نتسناوك تتسالي العمل ديالك وتجي خدم عندنا، يعني تقدر لا برودكسيون توقف كتسنى هذاك الفنان. راه ما كاينش هذاك الفنان، راه كاينين دي فنانه لي اون باراليل وفي نفس الكاليتي ديال لو جو في نفس لو ميم كاريزم، ولكن حنا هذا الاشكال هذا راه كاين. كنتمنى من النقابات والجهات المسؤوله تدخل باش الفنان ما يعيش العطاله، ما يعيش العطاله. رساله اونفوي ان شاء الله.